انت توا معناه لب الموضوع هي الهرس اللي تقامت عليك كما قرينا معناتها الناس الكل يقراوا على لي ريزو سوسيو يقولوا لي انت قمت بعمليه تحيل على بعض معناه الحرفاء اللي خذوا من عندك معناتها اي وهذا موجود ولا اللي تقرا فيه انت نقراو فيه الناس الكل معناتها ودابخي لي ريشيرش معناتها اللي نعملوهم على كل ضيف معناتها يجي فهمنا ابوبخي شنو نوعيه القضايا قضيه التحيل هذه فاش تمثل كان انت تزيد هما قضية في التحيل أنا رافعة قضية ضد توا العباد اللي عملوا لي التشويه السمعة والثالب واللي سينيالوا لي الانستغرام تاعي. إي لكن شنو هي هذيا قضية التحيل اللي هما متهمينك بالتحيل على مش تحيل متهميني اللي أنا معناها نبيع في دي برودوي فيك فيك ميك اب معناها مذرحين كما نقولوا نحن فهمت واللي أنا مضروبين بلغتنا احنا مضروبين واللي برشا تعرضوا لأمراض جلدية ومدرا شنو ومشاكل صحية من تالا البرودويات هذوما ديجا ما جاني حتى غوتور نتاع حتى واحد انت تعمل في الشيء هذا كله اختي يا اخي انت قريته ولا قصه عربي ميس درشنو ارون ديريكت قصيت على بعض سامحني انت اليوم ميس مثلا ماكش باش تقعد في البوان نتاع ميس باش تطور من روحك شويه تطور اقرا مش نقعد انا ميس امور اختيره هذه مش تفضلك هذه ماهيش اختيره فما ناس استعملوا برودوي نتاعك وتشوهوا من بعد وصارت وصار لهم مسار يزيني عغيت معناها شنو اسم الله عليك يا اخي سامحني سامحني انت شبيك تكلم فيها هكا يا اخي سلوى انا قولي اسم الله عليك خاطر انت من جون مثلا من الكاتيجوري بالرسمي العباد لا رات لا شافت لا استعملت لا حتى شيء تجي تحكم على برودوي دونك الوغ برودوي ومازالوا مراوغين فوالا هذا هو العباد اللي الكل انا نعطيك دي فيدباك نتاع العباد اي تنجم تكون عندك مشاكل برا معناها تنجم في السوشيال ميديا تحط ان برودوي ويقولوا لك راهو فيك من غير ما يراوغ انا نبيع فيه انا جوست جو ريبريزونت معناها مانيش انا عامله نصبه في ما نعرفش وين وقاعده نبيع يجي وخذوا من عندي البرودوي نو انا حكيت على دي برودوي اما هي كانت داخله لهم هما العبيد ذوما باش يقولوا لي انا نبيع في الفيك مانيش انا عامله بوتي انت رئيسة الجمعيه بيان سور قداش عندك من منخرط في الجمعيه؟ عندي 200 منخرطه 200 منخرطه؟ كيف انا عندك قائمه فيهم ومنخرطين بطاقاتهم؟ خاطر الحاكم باش يسالك السؤال هذايا سي تري امبورتون خاطر فما جمعية تفكير هذايا فيرتويال على القضية القضية ما عندها حتى علاقة بالجمعية ما لاباش هذايا عندها علاقة بشخصي انا بشخصك انت فوالا انا عندي الاثباتات نتاعي قالوا سوسيتي وهمية هزيت الباتونت قالوا دي برودوي فيك هزيت الوراق نتاع الديوانة والفخيت عطيت انا معلوماتي وهما انت نورمالمون عندك عندك المستندات الكل اللي تنجم تخرجك بريئة ونخليه الحكاية هذايا للقضاء ان شاء الله يوصلك كان عندك الحق ميرسي بوكو لبنى شرفتنا.